حساب التعاون الاقتصادي الليبي، ونحن سعيدين. اسلمي اسلمي طول المدى، اننا نحن الفداء. A number of German companies here in Libya. هذا يدل على اهتمامهم بليبيا واستقلال ليبيا. هذا الوفد تم تنظيمه بتعاون بين اتحاد عام غرفة التجارة والصناعة والسفارة الألمانية وأيضا الغرفة العربية الألمانية. هذا الوفد يضم 25 شركة من كبريات الشركات الألمانية. بإذن الله هذا الوفد وهذا الحضور الزخم لليبيا سيعزز من استقرار ليبيا ويعزز ويكون رسالة لكل الشركات الأجنبية بالعودة إلى العمل في ليبيا، ودلالة على أن قاطرة الإعمار وقاطرة العمل في ليبيا قد بدأت، وعلى الشركات الأجنبية التي ترغب في العمل في ليبيا أن ترجع في أقرب وقت ممكن. And his excellency German ambassador to Libya, Michael, would actually contribute to reconstruction of Libya and development of economic sectors and defense of Arab-German economic forum in Berlin. Your Excellency and Your Excellencies, the delegations here. يسرني ويشرفني أن كنت أشارك يعني في هذا المنتدى. يعني هذا المنتدى دليل لجودة العلاقات الثنائية بين بلدينا، يعني مش بس من الشكل السياسي. يعني ألمانيا أظن برأيي كان دائما يلعب دور بنيئا في مسار برلين، ولكن كمان من الجهة الاقتصادية نحتاج يعني أن تعميق التعاون بين بلدينا، ووجود يعني وفد مهم من رجال العمال ألمانيا وكمان من مؤسسة جي اي زيت ومن الغرفة التجارية الألمانية الليبية. هذا دليل يعني للإرادة عند الشركات الألمانية والدولة الألمانية لتعميق هذه العلاقات الثنائية الاقتصادية. وفي نفس الوقت يعني رأينا يعني بوجود يعني ممثلين الحكومة الوحدة الوطنية والقطاع الخاص الليبي والغرف التجارية الليبية، أن هذا الإرادة للتنسيق المباشر مع الشركات الألمانية والقطاع العام الألماني موجود يعني كمان من الجهة الليبية. وأنا أهني يعني كل المشاركين في هذا المنتدى لشغلهم ولوجودهم اليوم. One of the key features of German companies, which is sustainability work. is a member board of the chamber. التي لديها اهتمام